الآن فورا التوجه للاتحادية والاعتصام داخل وحول القصر الرئاسي. 17 ساعة من النزيف، من التعذيب، من الضرب، من الإهانات. طالما انت الفتيل الاشتراكات قاد خلاص مش عارف تسيطر عليه بعد كده. كان في مؤامرة لاغتيال رئيس الجمهورية يوم الاتحادية. الاتحادية ما هياش حكر على حد. بيحاربونا جايبين بلطجية، هي موقعة الجبل دي، موقعة الجبل دلوقتي التانية. ولو كان المكان ده بيهدد الشرعية فلا، أنا شايف إن أنا أنزل واقف. الفاعل الأصلي دائما مجهول. في حد متعمد يستهدف الطرفين بهذا الأسلوب. أنا كنت مقتنع إن المشهد إذا كان فيه الإخوان والصوار بس ما كناش هنخلص من الإخوان. ثمة يد تعرف الحقيقة في مصر تظهر أو تختفي، أو ما يسمى الصندوق الأسود. في صندوق أسود. الرابع من نوفمبر لعام 2013، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يظهر لأول مرة بعد شهور من عزله في أولى جلسات محاكمته في قضية أحداث الاتحادية. بدأت اليوم أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على وجهت لمرسي و14 آخرين تهم التحريض على العنف ومهاجمة المتظاهرين السلميين واحتجازهم وتعذيبهم. أما أخطرها فكانت تهمة التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد لاثنين فقط من بين 10 قتلى سقطوا في تلك الليلة، وهم الصحفي الحسين أبو ضيف وشخص آخر تصادف وجوده في محيط الأحداث يدعى محمد السنوسي. في 5 ديسمبر عام 2012 كانت اشتباكات قد اندلعت بين أنصار الرئيس ومعارضيه في محيط القصر الرئاسي، وتسببت في مقتل 10 أشخاص وإصابة المئات. دي كانت من أشد الأحداث اللي حصلت، اللي كان فيها صدام بين مدنيين ومدنيين. احنا كنا في مشهد مجنون من أوله لآخره. بحسب تحقيقات النيابة بعد الأحداث، فقد تم توجيه الاتهام إلى 10 الأشخاص بتهم البلطجة والتسبب بأحداث العنف. المهم مين الدق فلوس؟ تبع مين طيب؟ بس لو ذكرت. وأعلن النائب العام وقتها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد قيادات الإخوان لعدم وجود أدلة وشيوع الاتهام بين الطرفين. بعد الانقلاب العسكري في 3 تموز يوليو عام 2013 بدأ تحريك القضية بشكل مفاجئ، وهو ما يظهره تقرير سري أرسلته المخابرات العامة المصرية إلى النيابة العامة ردا على طلبها بتزويدها بأي دلائل يمكن أن تدين الرئيس المعزول أو قيادات الإخوان، وكان تاريخه بعد 10 أيام فقط من الانقلاب. يبدو ان هما كانوا بيجهزوا قضايا وسايبينها لوقت الاحتياج ليها، ويبدو اكثر انهم كانوا يعلموا انه في وقت احتياج ليها. القضايا دي لولا الانقلاب ما احيلت الى المحاكمه، او كانت ستحال ضد اشخاص بعينهم. المفروض ان في سلطه جايه هتتكلم في مثلا القصاص للشهداء تستخرج كل القضايا اللي ما تحققش فيها، منها محمد محمود ومجلس الوزراء، لكن هو استخرج القضايا دي لوحدها وبدأ وكأنه جاهز ليها. طوال شهور من بدء المحاكمة ظل التعتيم الإعلامي طاغيا حول تفاصيل القضية، وكأنه لا يراد لأحد أن يتناول الموضوع إلا من زاوية إدانة الرئيس المعزول ومن معه. قررنا أن نحاول البحث في حقيقة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، ومن خلال ما تسرب إلينا من أوراق القضية ومن شهود العيان ومختصين في الجانب القانوني،
عله يساعدنا في الوصول إلى الحقيقة. بدأنا بالاطلاع على أوراق القضية، وكانت البداية بورقة شكلت لنا مفاجأة، تقرير أمني صادر من الإدارة العامة لمباحث المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، يتهم فيه مجموعة من الشخصيات بالتحريض على العنف خلال أحداث الاتحادية. كان من بين تلك الشخصيات جميل إسماعيل وإبراهيم عيسى وهالة فهمي ووجد غنيم وعصام العريان وغيرهم. النزول بالملايين لمحاصرة هؤلاء البلطجية. احنا نازلين بكرة علشان نقول لهذا الدكتاتور ان احنا هنقومك. اللي هيخرج على الشرعية يستحق القتل. كانت المفاجأة في عدم ضم كثير من هذه الشخصيات إلى القضية، فمن بين هؤلاء تم توجيه الاتهام إلى كل من وجد غنيم وعصام العريان فقط. هم يقولون أنني حرضت البعض فقتل، وفي قتلى هؤلاء القتلى مش يوجد من قتلهم؟ أين هم؟ تقبض على المحرض وتترك القاتل؟ فتحت تلك الوثيقة لنا باب البحث في حقيقة الاتهامات بالتحريض وكيف تولدت شرارتها، وهو ما استدعى منا أن نراجع تفاصيل الأحداث من البداية. قانون حماية الثورة وغيره من القوانين، المادة الثانية. كانت البداية في 22 من نوفمبر عام 2012، عندما أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا تقضي بعض بنوده بتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من الحل وتحصين قراراته الرئاسية لحين إقرار الدستور. تكون نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة. هلا أقوى من حكم فرعون في وقتها. أنا بالنسبة لي وقتها فهمته مع مجموعة من الناس اللي كانت حواليا إن هو شبه إعلان بحرب أهلية مصغرة. إحنا شفناه إن هو انقضاض من جماعة الإخوان المسلمين على السلطة بشكل كامل، وشفنا فيه إن هو تهديد لمؤسسات الدولة. كان الإعلان هو البداية التي التقطتها جبهة الإنقاذ المعارضة ضد الرئيس المعزول وسياساته، فما الذي دعاه إلى هكذا قرار خطير؟ سؤال بحثنا له عن إجابة لدى المستشار أحمد مكي وزير العدل في فترة حكم مرسي. أنا عشيت الإعلان الدستوري التقيت بالرئيس محمد مرسي وحدثني أنه بصدد إصدار إعلان دستوري يحصن فيه قراراته. هو كان لديه معلومات شبه مؤكدة، يعني ما استطعتش أمزحلح عنه، إن مجلس الشورى سيصدر حكم بحله، وإنه اللجنة التأسيسية للدستور سيصدر حكم بحله، وإنه سمع ده من أجهزة المعلومات وهناك تسجيلات. دور الإعلان الدستوري قلنا لا، إحنا لازم ننزل ولازم نتظاهر لإسقاط الإعلان الدستوري وليس إسقاط محمد مرسي. هننزل بالأساس إن إحنا يعني بالأساس ضد الإعلان الدستوري. بدأت الدعوات للتظاهر ضد الإعلان وسط أجواء من التوتر السياسي وشكوك السلطة في نوايا المعارضة، وهو ما طلبنا توضيحه من بعض من كانوا شهودا على الأوضاع في تلك الفترة. في لقاء مع السفيرة الأمريكية ألين باترسون في مقر حزب الوفد يوم 2/12، الصباحي وسيد البدوي والبرادعي وغيرهم اللي حضروا اللقاء سرب عن هذا اللقاء ان هي دعت الى ان الناس تحتشد بمائة ألف امام قصر الاتحادية 3 أيام، سيعقب ذلك تدخل من الجيش لإسقاط حكم الإخوان وإسقاط الرئيس المنتخب. الإخوان اتمارس عليهم دور كبير قوي من الإشاعات من داخل المؤسسات السيادية في الدولة. اتسرب لهم ان المتظاهرين دول مش هيعملوا مظاهرة بس، دول هيقتحموا القصر، وان الحرس الجمهوري هيتخلى عن محمد مرسي في التوقيت ده، هيسيبهم يدخلوا القصر، وان احتمال محمد مرسي يتقتل جوه القصر. فالصورة دي ادت لمشاعر غضب داخل الانصار.
أنا كنت شايف أن لازم جبهة الإنقاذ بيانها الأول يسقط شرعية مرسي، يعني يقول نحن لا نعترف بشرعية مرسي ونرى أن شرعيته سقطت ونبتدي نشتغل من هنا. الرابع من ديسمبر 2012، قصر الرئاسة في الاتحادية يشهد أعدادا كبيرة من المتظاهرين اعتراضا على الإعلان الدستوري. طبعا نزلنا كلنا، واللي كان متصدر المشهد كقيادة للتظاهرات هو جبهة الإنقاذ، لكن فوجئنا ان احنا لما روحنا عند القصر الاتحادية ان مفيش قيادات من جبهة الإنقاذ موجودة. بدأ المشهد اعتياديا، ولكن مع قرب حلول الظلام بدأ يأخذ ملامح غير مألوفة. ما حدش لا من البوليس ولا من قوات الجيش قرب من الناس. وقفنا هتفنا، الداخلية فضلت واقفة معانا ما اتكلمتش ما عملتش حاجة، كانت أول مرة الداخلية ما تضربناش. الداخلية انسحبت برضو، الانسحاب الغريب اللي أنا برضو مش قادر أفسره. لقيناهم بيجروا من قدامنا، وشرطة بتنسحب، احنا ما كناش بنسيبهم بينسحبوا كده لو الوطن، حصل اشتباكات مع عربياتهم، يعني قعدنا نطردهم لغاية القصر. كانت تلك الليلة هي التي سبقت ليلة الاشتباكات الدامية، وشهدت خلالها انسحابات غريبة لقوات الشرطة والأمن المركزي من محيط القصر الرئاسي. الشرطة عملت عمل جليل جدا وأفسحت الطريق للناس تخش، والنهاردة بقول لحضرتك يعتبر الاعتذار الصامت للشرطة من الشرطة للشعب المصري. انسحبت قوات الشرطة ووحدات الأمن المركزي بشكل مفاجئ من أمام القصر، وبدأ التظاهر يأخذ أشكال العنف، ووثقت كاميرات الناشطين محاولات لاقتحام القصر. مشهد موازن أمام إحدى البوابات الخلفية للقصر، تجمع عشرات من الشباب في وضع استعداد وكأنهم بانتظار أحد ما. بعدها بقليل خرج موكب الرئيس بلا أي حراسة من بين المتظاهرين الذين هاجموا الموكب. ان تشكيلات الامن المركزي 5-6 تشكيلات موجوده حوالين باب اللي هيخرج منه الرئيس، وبعدين يتم اختراق هذه التشكيلات زي السكينه في الجاتوه كده. ده تورط وتعمد بالتورط. كانت معلومات ان هناك انحياز ممكن ان يتم من الجيش اذا اعلن مجلس رئاسي من قصر الرئاسه في 4/12 قبل احداث الاتحاديه بيوم، لو دخلوا بالهوجة الكبيرة جدا دي وجابوا معاهم المجلس الرئاسي وحطوه أعلانوا للعالم كله، مش ده احتمال؟ مش ده سيناريو قائم؟ انت شايف ان ده قد يحدث؟ قد يحدث ان المتظاهرين يقتحموا قصر الرئاسة، ما حصلت في بلاد اخرى. خرج الرئيس من القصر وبدأت المظاهر خارجه تبدو اكثر عنفا، مع اتهامات للمعارضة بمحاولة اقتحام القصر الرئاسي. احنا عملنا المستحيل عشان الناس ما تخطيش الصورة. 6 نطوا وبالتليفون قلت لهم رجعوه. الناس وصلت لغاية ان بقى وشها عند البوابات، وما فيش ولا واحد من اللي كانوا واقفين كان عايز يقتحم او زي ما هم ادعوا. لم تظهر الصور التي بحثنا فيها اي دليل على اختراق البوابات رغم محاولات المتظاهرين، إلا أن مقابلة أجريناها مع أحد العاملين بالقصر الجمهوري وقتها، والذي اشترط علينا عدم الإفصاح عن هويته، جاءت لتؤكد أن عملية الاقتحام قد تمت. الرجل اللي دخل ده كان بعد ما الرئيس مشي وصل لغاية وسط الهول الرئيسي الداخلي بتاع المبنى، ومسكهوش غير سفرجي، بيقول له أنت مين رايح فين؟ فرح إيه فين؟ مرسي مش فرح ماسكه
لا قعد ينادي بقى على امن الرئاسه لغايه ما جه حد. لما جت الاخبار ان المتظاهرين وصلوا اسوار القصر وان الوضع داخلي ضعيف وهش، امن الرئاسه كان مش عارف يعمل ايه، حتى بعض الناس كانت متوتره بتجري في اي حته وخلاص مش شايف، مش عارفين يعملوا اي ايه. وفي خليه ازمه شكلت من الفريق الرئاسي، خليه مصغره هي اللي كانت بتدير الموقف داخل القصر. تم جمع حصر كل الاسماء والافراد اللي موجودين في القصر لاحتماليه توزيعهم على البوابات المختلفه للمكان الداخلي. كانت شهادة موظف القصر والصور المتداولة تتناقض مع شهادتين اللتين استندت إليهما النيابة في توجيه تهمة التحريض إلى مرسي ومعاونيه، حيث أقر وزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين ورئيس الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي بأن أجواء تلك الليلة كانت سلمية وبدون مشاكل ولم يحدث فيها أي محاولة لاقتحام القصر. هذا التناقض أكده أيضا تقرير صادر عن وزارة الداخلية ذاتها يحصر فيه الخسائر والإصابات التي تعرضت لها قوى الأمن في تلك الليلة. الرئيس كان خايف ان الحرس يوقف وان الداخليه تورط، فامر بمنع استخدام القوه مع المتظاهرين، وامر امر واضح. الرئيس بيتحدث عن ضروره حمايه الارواح، يقول الا الدم مش عارف قتله. لكن رغم ذلك لم تكن تلك الشهادات بنظرنا دليلا كافيا على تواطئ محتمل من قوى الامن، فالمشهد ملتبس ومعقد، إلا أن المشهد الموازي قرب مسكن مرسي بدأ أكثر وضوحاً وتأكيداً، وهو ما لمسناه من شهادة العميد طارق الجوهري أحد الضباط المكلفين بحراسة منزل الرئيس. أنا كنت نازل خدمتي في هذا التوقيت، نزلت على الخدمة على منزل السيد رئيس الجمهورية، فوجئت أن الوضع مختلف عن كل الأيام. اتصلت تليفونيا بالحرس المباشر فقال لي ان احنا في موقف لا نحصد عليه، احنا مش لاقيين منفذ نخرج بالرئيس الجمهورية منه. فتوجهت للواء اللي هو مديري ومديرهم على اساس اقول له في حاجة غريبة بتحصل، فلقيته منزوي وقاعد في عربيته وقال لي الجيش التاني اتحرك. فقلت له يعني ايه الجيش التاني اتحرك؟ قال لي يعني خلاص رئيسك ده انتهى، رئيسك. فكنا حاطين خدمة دعم ضابط بمجموعة مجندين مسلحين على اول الشارع من الناحيه دي، وضابط بدعم مع مجموعه مجندين على الشارع من الناحيه دي، خشيت ان الناس اللي موجوده عند قصر الاتحاديه تتوجه لمنزل الرئيس الجمهوريه. فوجئت ان الضابط اللي في هذا الكمين والضابط اللي في هذا الكمين جايين وبيقولوا كل حاجه جاهزه. قلت لهم يعني كل حاجه جاهزه؟ قال الناس جاهزه ومتواجده في الفلل. فلل ايه؟ فكانوا حاشدين الناس في الفلل على اساس يبلغوهم بتحرك الموكب من رئيس التامين الاتحاديه لمنزله، و حيتركوهم يهجم على الرئيس ويتم اغتياله أمام بيتي أو في الطريق إلى بيتي. فوجئنا إحنا كشباب مؤيدين لقرارات الرئيس وكده بأن الموقف بيتصاعد بشكل كبير جدا قدام أصل الاتحادي. الرئيس في خطر، إن الرئيس طول ما هو قاعد في القصر هيقتحموا عليه القصر. كل ده بيمهد لحالة جاف في وجهة نظرنا تبرر إن تحدث حالة فوضى ذروتها اقتحام القصر الجمهوري. يا جماعة لازم يبقى لنا رد فعل على الموضوع ده، ما ينفعش نفضل قاعدين في البيت واحنا شايفين التجربة الديمقراطية بتتسحب مننا، لازم الناس تنزل تتواجد. جالنا التكليف دوت، انزل دلوقتي حالا، سيب كل اللي في ايديك، سيب شغلك عند قصر الاتحادية. طيب ليه؟ اللي بيكلف نفسه ما يعرفش. الخامس من ديسمبر عام 2012 بدأ اليوم محملا بالأنباء التي كانت تتوالى على أنصار جماعة الإخوان المسلمين وتنبئ بأجواء التوتر والفوضى. هم هجموا مع العصر، جرونا كلنا
بره البوابات بتاعه القصر. ابتدوا ان هم يشيلوا الطوب من على شريط المترو ويبداوا يحدفوا على الناس اللي متواجده امام بعديهم يعني او في اتجاههم. ابتدينا ان احنا ننسحب من مكاننا عشان العدد كان بتاعنا قليل جدا. تم تكسير الخيام وتم الاعتداء على كتير من الزملاء اللي كانوا موجودين وضربوهم. كان الطرف الثاني متجاوز جدا في تصرفاته. يعني انا افتكر وقتها الاستاذ نواف نجم يعني عدد شرب بايديها وكلام سافر جدا. الاستاذه رشا عزب بتاعي كمان هو شو حاجات يعني بالفاظ خارجه والكلام ده كله. كانت تلك المناوشات هي شرارة الأحداث لتلك الليلة والتي تطورت بعدها إلى اشتباكات بين الطرفين. المعتصمين اللي بيسموا نفسهم صوار بيشربوا حشيش وتلفاح من تحت. كان جزء من المعتصمين وقتها قد انسحب من ساحة الاشتباكات التي أخذت تهدأ تدريجيا، ولكن مع بدء ساعات الليل بدأت مجموعات تتوالى من مناطق مختلفة وبدأ معها المشهد يأخذ شكلا آخر. يعني عندنا روايتين مثلا. رواية من الزيتون قالت ان في تحرك من مجموعات في الزيتون معروفة ان هي كانت بتشتغل، هي مش تابعة لزكريا عزمي، هي بتشتغل في خدمة اي حد بيدفع، بس عادة بتبقى تابعة بتوع الحزب الوطني. في تبليغ تاني جالنا من المطارية ان في مجموعات خارجة من المطارية معاها شويلة جواها ازاز، الغالب ان دول ان الازاز ده مولوتوف. بعدين بقى انه المعركة اتطورت لما نزلت العيال اللي انا شفتهم في الاخر اللي هم 15 و16 وانت طالع شوية لقينا المولوتوف. ابتدينا ان احنا شوية بشوية العيال الاصغر سنة اللي عندها نفس دول العيال بقى اللي هي كانت طبعا عملت الشغل كله. هنا ابتدى تظهر بقى وسائل الدفاع والهجوم عند الطرفين واحدة. فكرة الفاير ووركس او الالعاب النارية موجودة عند الطرفين، فكرة المولوتوف موجودة عند الطرفين، فكرة الخرطوش موجودة عند الطرفين. بمجرد ما الدنيا ضلمت مفيش حاجة اسمها طوب، احنا بنتكلم على خرطوش وبنتكلم على رصاص انتقائي. وكان واضح جدا ان الناس اللي كانت واقفة وبتقتل بالليل بعد الساعة 12 ان هم جايين بس في التوقيت ده، يعني ما جوش بعد المغرب على طول. أظهرت الفيديوهات التي التقطها الناشطون استخدام الأسلحة أثناء الاشتباكات، بعضها من قبل المؤيدين والمعارضين أنفسهم، لكن أغلبها كانت من قبل المجموعات المعارضة لمرسي والتي دخلت في مراحل متقدمة من الليلة. بعد الحدث بدأنا نرصد الفيديوهات اللي تسجلت، فلاحظنا إنه من أول دقيقة التصوير واضح جدا بأن مفيش سلاح ناري في الطرفين، لكن اترصدت بتصوير فيديو بندقيتين خرطوش ناحية الإخوان وحوالي ما بين 8 إلى 10 فرد خرطوش محلي ناحية المتظاهرين. في فيديو شهير جدا للاتحادية بيصور المتاريس وناحية المتظاهرين واقفين وراها وبيطلعوا إيدهم يضربوا بالسلاح، بيبان جدا إنه خرطوش. خلال بحثنا تعرفنا على من قام بتصوير هذا الفيديو الشهير والذي فضل عدم الظهور، لكنه في المقابل أعطانا لقطات إضافية لم تنشر من قبل. كان أهم ما فيها مشاهد تظهر من أسماهم البلطجية يقومون بالانسحاب من الساحة بشكل جماعي بعد إطلاقهم النار، وكأنهم تلقوا إشارة ما في وقت ما، وفي لحظات معينة يعودون مرة أخرى بشكل جماعي ويستكملون مهامهم، وهو ما أكد لنا ما ذهب إليه بعض الشهود. مين الطرف وانا بتكلم مع شبابهم واحنا واقفين واتفقنا ان احنا نقف نضرب، مين الطرف اللي هيجي يروح ضربني وبطحني وفتح دماغي في اللحظه دي؟ هناك من يريد للمشهد ده ما ينتهيش. هي في الاخر مجموعه
أجهزة أمنية ممكن تعمل حياة القذارة، نسميها بقى الطرف الثالث، نسميها الطرف الرابع. في تصور موجود عندنا إن في ناس هتتدس بين الطرفين دول وتتعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الوفيات بنفس أسلوب الأسلوب القضاء إلى 25 يناير بأن الدم ينهي شرعية النظام. تلاحظ لنا إن معظم الإصابات بخرطوش، وعادة بتبقى في الرجل أو في الظهر أو في البطن، لكن الوفيات كلها طلق ناري. ده معناه ان الطلق الناري دايما كان بيستهدف شخص بعينه لإحداث الوفاة. خلال اطلاعنا في ملف القضية عثرنا على ورقة تثبت وقوع 27 حالة إصابة بسلاح ناري، تم تصنيف 25 منهم على انهم من مؤيدي الإعلان الدستوري واثنين من معارضي. محمد خليل أصيب بطلق ناري في الأحداث. كنت في شارع جانبي، كان ظهري للمؤيدين الرئيس، او كنت في وسط مؤيدين الرئيس، كان في حاجه بالليزر لون اخضر عمال يضرب علينا زي ما يكون بيحدد. انا لقيت في عمودين او ثلاثه ليزر ضربوا في صدري، فانا يعني ببص كده، ما لحقتش اعمل حاجه. انا ببص كده لقيت الضربه مش جايه في صدري على طول. بحسب اوراق القضيه فقد اتهمت النيابة العامة مرسي ومعاونيه بدفع أنصارهم لمواجهة المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم أمام القصر، واعتمدت النيابة في ذلك على عدد من الشهود منهم من هو محسوب على ثوار يناير. موبايل اتخذ مني. بدأ الضرب 50-40 بني آدم بيضربوا في وقت واحد، ما كانوش فاهمين بنت، وبعدين لما علعوني الخوذة والكابشون كنت قافله بيهم على الخوذة فهموا اني بنت، وقتها حصل تحرش. خدت شوية تطهيش ووصلت لمكان الاحتجاز، كان فيه كردون الأمن المركزي وراه متجمهر عدد من الناس واضح انهم سلفيين واخوان وبيطالبوا ان كل اللي جوه الاحتجاز يتضربوا ويتقتلوا كده. في واحد عرفني قال انه شافني في برنامج في 18 يوم بشتم مبارك، فقال لهم اني مش مشلول وسحبني على عربية اسعاف. كان انسحاب قوات الأمن والحرس الجمهوري من مشهد الأحداث مقدمة حتمية لحالة الفوضى وغياب الرؤية التي عمت المكان، واكتمل ذلك مع تساقط الجرحى بين الطرفين، وهو ما أضاف مزيدا من العبثية إلى الأحداث. لما مسكوا وأنا عندي عشرات الحالات الحرجة وأنا عندي مئات المصابين، مطلوب إيه؟ مطلوب من الشباب اللي مسكوا إيه؟ وماسكوا بخرطوش ولا ماسكوا بلوتوث؟ خرطوش، تعال خد يا سنه يا اخو، سنه يا اخو. وفي كمان بلوتوث معانا وقنابل المسيله. اذا كان بيتهمهم بدفع انصارهم في الشارع لمواجهه الفريق الاخر فتسبب في قتل واصابه، فالفريق الاخر دفع انصاره برضه. جبهه الانقاذ بشكل واضح جدا عملت مؤتمر صحفي ودعت الناس للاحتشاد عند الاتحاديه، وكانت هذه هي بدايه الاحداث. فاذا كان ده حشد فده حشد، فاذا كان ده حرد فده حرد. لو دخلناها حسابات سياسيه الاثنين متهمين سياسيين. حملت أوراق القضية تحقيقات لعشرات الأشخاص الذين قام أنصار مرسي بتسليمهم للنيابة العامة لاستخدامهم العنف والأسلحة ضدهم. لم يكن الغريب هو في إفراج النيابة عنهم جميعا بعد التحقيق، وإنما كان في إدراجهم كشهود في القضية بعد إعادة فتحها. أثناء تصفحنا لتلك الأوراق وجدنا أنها تحمل أسماء 42 شخصاً لا يحملون أوراق تحقيق شخصية، وهو ما أثار فضولنا. قررنا أن نبحث عنهم في سجلات إدارة البحث الجنائي بالقاهرة، وكان المفاجئ أن 17 منهم متهمون في قضايا سابقة تنوعت ما بين السرقة والشغب، وبعضهم مسجلين خطأ. ماشي، بس المال التالت كان بتاع مين؟
لكن الأغرب من ذلك كله كان وجود أحدهم وبحسب سجلات البحث الجنائي محكوما عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بقضية مخدرات يبدأها بتاريخ 28 فبراير 2012، أي أنه هارب من السجن. لم يكن السؤال الكبير هو عن أسباب وجوده في الاتحادية تلك الليلة، وإنما في كيفية الإفراج عنه بعد وقوعه بيد النيابة. تقدمت ساعات الليل وأصبح المشهد أقرب إلى الفوضى، وبدأ واضحا أن الشوارع باتت خارج نطاق السيطرة، ليبدأ بعدها توالي الأنباء عن سقوط القتلى في محيط القصر. كان المشهد ينبئ بما هو أسوأ. في 3 حالات وفاة يعني تأكدنا من وفاتهم الآن، تم نقلهم إلى مستشفى هليوبلس. محمود محمد إبراهيم ومحمد ممدوح أحمد، هاني محمد إمام، ومحمد السنوسي، ومحمد خلان. كلهم حالة الوفاة كانت بسبب طلق ناري. من بين قتلى الاتحادية 10 كان 8 منهم من أنصار الرئيس بحسب شهادات الطب الشرعي، فقد قتلوا جراء إصابات بالأسلحة ومعظمهم برصاصة واحدة قاتلة. محمد خلاف كان أحد من قتلوا في تلك الليلة، وكان صديقه شاهدا على مقتله. الساعة 1 كده قابلت محمد خلاف، هو بيقول للناس ان في ضرب قدام يا جماعه، قوموا وحوشوا الحقوا اخوانكم، طب حتى اقفوا علشان لما يبقى العدد كبير يبقى مفيش حد هيحدف طوب منهم. لما حصل الضرب محمد كان واقف وشه ناحيه العماره اللي جنب نادي هليوبلس، كان في ناس باينين جدا واقفين الناحيه الثانيه جنب العمارة تقريبا، كانوا باينين جدا جدا وهم ماسكين مسدسات وبيضربوا بيها، والطلقة جت في وشه تحت خده وخرجت من راسه من ورا، فشلناه أنا وكذا واحد وحطيناه على جنب، وأنا حاولت أجيب الإسعاف والإسعاف رفضت إنها تيجي. الإسعاف كانت بعيدة لدرجة إن أنا روحت جري، الإسعاف كانت عند بوابة النادي بالظبط. استمر تساقط القتلى خلال ساعات الليل، وظلت وسائل الإعلام تتحدث عنهم بالأرقام فقط، إلى أن بدأت الأنباء تتحدث عن إصابة الصحفي الحسيني أبو ضيف المعارض للرئيس والإعلان الدستوري، وهو ما جعل المشهد يتحول كلية إلى التركيز على مقتله. زميلنا الحسيني أبو ضيف اللحظة الأخيرة في حياة الحسيني أبو ضيف قبل ما يصاب. زميل العزيز جدا والراجل المجدع والسائر الحق الحسيني أبو ضيف. الحسيني أول صحفي اتطبق عليه ضريبة الدم. شكل مقتل أبو ضيف أحد أبرز الاتهامات التي وجهت لمرسي بالتحريض على القتل. استناد هذا الاتهام على رواية صديق الحسيني الذي روى تفاصيلها في معظم وسائل الأعلام، وشايف إن هو يعني قدر يجيب أدلة. بحسب روايته فقد أصيب بجواره أمام محطة المحروقات عند تقاطع شارعي الخليفة المأمون والميرغني الذي يقع فيه القصر الرئاسي. وقتها تقريبا ما كانش في حد تاني ماسك كاميرا بروفيشنال او حد تاني واضح ان هو بيصور بشكل بروفيشنال، كان وما كانش بيصور من بعيد، دخلنا قريب جدا يعني كنا على بعد 10 15 متر من الاخوان. ابتدوا يهجموا مره واحده على الاخوان فجري، فهو جري كمان صور مشهد الهروب بتاع الاخوان. بعدين هم التانيين انتبهوا ان اللي عمل فيهم كده يعني 40 50 واحد، فابتدوا يرجعوا وهم راجعين بيضربوا نار بشكل شديد، لكن احنا كنا واقفين في مكان امن في الجزيره بتاعت خليفه ممون في جزيره الشارع في الجنينه في النص، وده يعني على بعد 50 60 متر من اللي بيحصل. في وسط ما هو فرجني حصل ضرب نار شديد على 10 طلقات ورا بعض، بعدين سمعت صوت زنه وسمعت وراها على طول ترشيط العظم بتاعت جمجمته.
واعتبر محمود الشاهد الرئيسي في القضية، وتم بناء على أقواله رسم مشهد الجريمة وتفاصيلها بعد أن حدد المكان المفترض لإطلاق الرصاص. أما أسباب استهدافه فكانت حسب قوله لسرقة الكاميرا. يبدو ان السبب المنطقي ان في ادله على الكاميرا، المتابعه معاك للاخر على اساس انه ياخد الكاميرا، مسلح بالكاميرا، هو ده كان سلاحه. شكل الاعلام وقتها قناعه لدى الجميع بان الصحفي الشاب كان مستهدفا لذاته، معللا ذلك بالتقاطه لصور غير عاديه لاشتباكات تلك الليله سجلتها عدسه الكاميرا الخاصه به. قررنا أن نتعمق أكثر في تفاصيل رواية الشاهد والتي شكلت حجر الزاوية لقضية مقتل الحسيني. عدنا لمراجعة ملفات القتلى في تلك الليلة وتقارير الطب الشرعي، فكانت أول ملاحظة تم رصدها هي تشابه أسباب الوفاة لبعض قتلى الإخوان مع الحسيني أبو ضيف. بحسب شهود العيان قمنا بتحديد أماكن مقتل الأشخاص الثمانية من أنصار مرسي وإسقاط أماكنهم على خريطة الاشتباكات، فتبين لنا أنهم قتلوا في محيط قريب لمكان مقتل الحسيني أبو ضيف، معظمهم برصاصة واحدة، وهو ما أضاف تساؤلا كبيرا: إذا كان الأخوان هم من قتلوا الحسيني، فمن قتل أنصارهم؟ عدا لمراجعة سير الأحداث لتلك الليلة عبر وسائل الإعلام المختلفة أملا في الحصول على خيط جديد، وهو ما حدث. أستاذ عصام تفضل. ايوه بس طمنا على أستاذ حسيني في المستشفى، حد كلمني دلوقتي قال لي هو في غرفة العمليات. شاهد عيان آخر وصديق للصحفي المغدور وأعلن ذلك على الشاشة ليلتها. كان الحسين أبو ضيف فاكر وهو كان واقف على الصينية دي علشان بيصور، فأنا بلتفت من اليمين كده للشمال لقيت في جتة بتقع كده يعني تقيلة، راح دبة على الأرض جنبي. لم تختلف روايته كثيرا عن الرواية المتداولة، لكن كان له رأي آخر في حقيقة استهداف أبو ضيف. ساعتها اتقال انه اللي قتله وهو عارف هو مين، وقتله عشان ياخد الصور اللي صورها. حسب ملاحظاتي ساعتها انا يومها تفاصيل مش منسجمة مع بعض، لانه اللي هيغتال حد من جوه مش من بره يعني، مش هيغتاله وهو واقف فوق جزيرة زي المسرح. اتقال انه ممكن يكون الحسيني شخصيا استهدف بسبب تحقيقاته اللي اتعملت عن مرسي وعن الاخوان. اذا كان الهدف هو اغتيال الصحفيين اللي بيفضحوا الاخوان ويعملوا تحقيقات عنهم، فكان في اسماء كتير اكثر شراسة في الهجوم على الاخوان من الحسيني. كان السر في اختفاء الكاميرا، لكن ما لا يعلمه كثيرون ويتكتم عليه آخرون أن الكاميرا ظهرت بعد أيام قلائل من إصابة الحسيني. بعد مقتل الحسيني بأيام نشر أحد المواقع الإخبارية لقطات لآخر ما صوره الحسيني أبو ضيف في أحداث الاتحادية. ذهبنا إلى أحد الصحفيين الذين قاموا بتفريغ اللقطات وسألناه عن محتوياتها. هو كان راصد كل حاجة على الكاميرا بتاعه. أبو ضيف كان بيتكلم مع كذا حد من، وكان راصد مصابين، كان راصد سيارات الإسعاف، كان معظمهم فيهم اشتباكات، كان اشتباكات بين الشرطة وبين المتظاهرين. احنا كنا عايزين نعمل فعلا ملف كبير عن ابو ضيف، فقلنا نروح الجريدة بتاعته اللي هو الفجر ونقابل الناس اصحابه ونقابل
رئيس التحرير واتغير الموضوع تماما بمجرد ان احنا حد قال لنا في الجريدة جال الكاميرا بتاعته. كانت المحتويات في مجملها لقطات عامة لاشتباكات المتظاهرين، فاستفسرنا عن اي لقطات يمكن ان تمثل سببا لاستهدافه. المحتوى نفسه ما كانش فيه حاجة تقول ان هو بيعمل حاجة مش طبيعية. من التصوير كمان باين ان هو مش ظلمة، انا مش شايف اللي جنبي يعني. لا، هو من التصوير في ضوء خافت، هو الواحد كان يشوف اللي جنبه بس مش اللي هو يشوف مثلا حاجة بتحصل من على بعد. في ذات الوقت كان الشاهد الرئيسي يؤكد مسبقا في وسائل الإعلام أنه رأى صورا واضحة على كاميرا الحسيني لإحدى اللقطات الشهيرة لأحد المسلحين من أنصار مرسي، وأنها كانت سبب استهدافه. سلاح ناري وسلاح خرطوش، هو الولد موجود في القريب بعض القنوات يعني، موجود من بعيد لابس شيرت ابيض لابس الخوذة ولو الخوذة الحمراء. هو كان جاب وشه جاب وشه، ممكن تعرف عليه. انا عن نفسي انا وزميلتي وكان معانا رئيس التحرير وقتها عماد سيد ما رصدناش اي حد لابس خوذة شايل سلاح اثناء تفريغ الفيديوهات بتاعه الكاميرا ابدا. ان هو مرصود من بدايه الاحداث ان هو شايل كاميرا وبيرصد الاحداث. لو مثلا خدنا ان فعلا ده السبب لقنص ابو ضيف، في صحفيين كتير قوي كانوا موجودين. لو ده مقصود ما كانش مات سبع اشخاص، كان هيموت اكتر بكتير. لم يكن محتوى الصور فقط هو ما اثار التساؤلات، فبالرجوع الى توقيت التقاط الصور الاخيره للحسيني فقد كانت بعد منتصف الليل بقليل، وهو ما يتوافق وشهادات باقي الشهود ان توقيت الاصابه كان بين الساعة 12:30 والواحدة صباحا، وهو ما يتناقض وأقوال الشاهد الرئيسي في تحقيقات النيابة الذي أكد على أن الإصابة حدثت في الساعة 12:30 فجرا. طب انت بالضبط الإصابة كانت كام؟ كانت الساعة كام يا استاذ محمود؟ بالضبط الساعة 2:30. 2 2:30 يعني. انا اللي حصل ان في حد اتصل بيا وانا شايله قرب الساعه 12 تقريبا بالليل، جالنا تليفون بخبر اصابه الحسين ابو ضيف. انا استقبلت الحسين ابو ضيف في تقاطع المرغني بخليفه المأمون حوالي الساعه 1 وشويه. كان السؤال عن أهمية هذا التوقيت، وماذا يفرق ان تتم الاصابه في الواحدة ليلا او في 12:30 قبل الفجر؟ لم نجد تفسيرا لذلك سوى في لقطات البث الحي التي كانت تنقل أحداث تلك الليلة والموضح بها توقيت البث. تظهر تلك اللقطات أنه ما بين منتصف الليل إلى ما بعدها بساعة أو أكثر كان تمركز أنصار مرسي في شارع الميرغني، وكانوا بعيدين عن المنطقة التي ذكر الشاهد أن الطلقة أتت منها وأن الإخوان تواجدوا فيها، وهو ما أكدته لقطات الحسين نفسها التي أظهرت في بعض أجزائها سيطرة المعارضين على المنطقة التي حدثت فيها إصابته. لكن في التوقيت الآخر وهو 12:30 فجرا كان أنصار مرسي قد بدأوا الزحف على المنطقة وبدء السيطرة عليها، فهل كان تغيير الوقت لإثبات ذلك أم لأسباب أخرى لا نعلمها؟ بالضبط الإصابة كانت كام؟ كانت الساعة كام يا أستاذ محمود؟ بالضبط الساعة 2:30. طوال أسابيع حاولنا التواصل مع الشاهد الرئيسي في مقتل الحسين أبو ضيف للإجابة على استفساراتنا الكثيرة، ولكنه رفض أي مقابلة. مش فاكر أنه كان في حد يعني ملتصق بيه أو واقف جنبه، أنا ما شفتش مين جنبه، أنا حتى محمود عبد القادر ما شفتوش. كان السؤال الأكبر لدينا هو غياب هؤلاء الشهود وهذه التفاصيل عن ملف القضية. بعد ما عملنا الفيديوهات ديت أنا جالي تليفون من حد قال لي أنت مين إداك الفيديوهات دي؟ أصل الفيديوهات دي بتدين القضية وبتضعف
القضية ودي حاجات المفروض ما تخرجش، المفروض ده حرز يعني. أنا كنت يعني هروح أشهد طبعا مؤكد يعني، وهم كاتبين اسمي من ضمن الشهود، بس اللي حصل إنه في خلافات مع وكيل النيابة، وكيل النيابة مش عارف قال لهم أيام الإخوان يعني بما معناه يعني إنه مش عايز يشتغل أو ما شافوش شغلهم. بعدين حصل 30 يونيو ولغاية دلوقتي ما القضية، ما فين القضية أصلا ولا بحش. مع دخول ساعات الفجر هدأت الاشتباكات وبدأ معها حصر ضحايا ليلة الاتحادية. كان الحسيني أبو ضيف هو واحد من 10 قتلى ومئات المصابين الذين سقطوا في تلك الليلة، ولم يتسنى لأي منهم أن يذكر في وسائل الإعلام طوال الأحداث وبعدها. يعني حسين أبو ضيف خصوصا الإعلام حفظ الناس اسمه علشان مش من الإخوان، بينما لو أنا سألت أي حد هو مين التاني اللي مع حسين أبو ضيف في القضية مش هيعرف يقول هو اسمه إيه. من قتل إخوانه ومن قتل أبو ضيف هو من صنع المشهد كله كتمهيد لانقلاب عسكري يقوم به الدولة العسكرية على الدولة الديمقراطية اللي هي كانت ساعتها قدرة ممثلة في محمد مرسي. خلال جلسات المحاكمة اتهمت هيئة الدفاع عن المتهمين النيابة العامة بانتزاع 100 ورقة من ملف القضية، وردت النيابة بأن الأمر هو مجرد خطأ بالترقيم. كان أهم ما تضمنته الأوراق التحقيقات الخاصة بباقي قتلى تلك الليلة من أنصار مرسي. لكي يظل المشهد ملتبس على الناس يتهم الإخوان إن هم اللي قتلوا، يتم غض الطرف الإعلام كله عن 8 شهداء من الإخوان أو 9 شهداء من الإخوان. استمرت القضية موجودة في النيابة، أكتر حد باشرها كان محامين الحسين أبو ضيف الله يرحمه، حاولوا بقدر الإمكان أنهم يحيوا القضية أنهم يزقوا في الاتجاه السياسي، لكن النيابة كانت بتتحرك فيها بشكل هادي. بعد قرابة عام من انتهائها عادت أحداث الاتحادية مرة أخرى إلى الواجهة لتكون أولى القضايا التي يحاكم بسببها الرئيس المعزول محمد مرسي. كل تلك التحقيقات لم يصدر طلبات استدعاء لهؤلاء المتهمين رؤساء تلك الجهات، وبالتالي وإلى أن يصدر حكم فيها سيظل السؤال عالقا حول أسرار ما دار فيها وعن الثمن الذي يمكن أن يدفعه الرئيس المعزول وأعوانه مقابل ذلك. هو بيسيب القضية مفتوحة وتفضل أوراقها تتراكم وهي مركونة زي ما هي ومحدش حاسس بأن في مشاكل منها، وفي الوقت المناسب يستخرجها ويبدأ يعمل بها قضية. هو مين اللي كان عارف انه لما ينزل في الاتحادية هيبقى في احداث زي كده؟ انا بقى اكد انه الانقلاب كان يومه دوت، كان يومه هو يوم الاتحادية، بس هم لما لقوا في يعني حائط صد بشري زي ما بيقولوا فما تمش الانقلاب، يعني تم تأخير ميعاد الانقلاب بس. الموضوع مش مسألة اعلان دستور وخلاف على اعلان الدستور وخلاف ديمقراطي حول الاعلان الدستوري، لا، احنا بنحاول نسقط الدولة. واصبح من السهولة الان ان احنا نتكلم بمنتهى القوة على هذه ان هذه كانت مجرد حجج لاسقاط الرئيس، وده يقول ان انا لما تصرفت كده ما غلطتش. ده يعني ما حدث في 30 سنة يقول الناس اللي راحوا ما غلطوش.